هل ستستمر الحرب أكثر من ذلك أم ماذا؟ سؤالي للدكتور عبد المنعم سعيد. يعني يمكن احنا قلناها في ايام بدأنا الحشد وكده انه عندنا نقطة ما بين الحماقة والحكمة. بعد عام يعني انا عايز ان انا احاجج يعني ان هناك فرصة اخرى للحكمة. والفرصة دي كانت دايما موجودة في اوجات انك انت تعمل تبادل، وده قيل من قبل واقعيين امريكيين وناس في الحزب الجمهوري الامريكي، انه فكرة ان اوكرانيا تضاف الى حلف الاطلنطي ليست اولا ليست ضرورية بالنسبة لنظرية الردع مع روسيا باشكال مختلفة، ثانيا انه ده يؤدي فعلا الى انه يستخدم سواء عن حق او باطل، وانا بقول انه باطل لانه روسيا مهددة من قبل حلف الاطلنطي من زي ما قيل من البلقان ومن الباسيفيك ومن امريكا نفسها. يعني الردع هنا موجود يعني له 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 مسارات كثيرة. ففكرة انه سيناريو الحرب واستمرار الحماقة انا اعتقد وارد، التاريخ شهد مثل ذلك من قبل، ومن الوارد جدا انه التدمير بقى نقدر ناخد اسوأ السيناريوهات، يعني يحصل تصعيد. انما يعني هو لم في كلام بوتين توجد اشارات واضحه ان لم تكن في هذا الخطاب في خطابات سابقه حوالين الاستخدام الاسلحه النوويه، تكتيكيه وهتبقى مش بتيجي العالم كله وبعدين التكتيكي ترد عليه التكتيكي. لكن انا اريد ان احذر اولا من الناس اللي درسوا الازمات الدوليه الكبرى والحروب، يعرفوا انه في كم هائل من الضوضاء. الضوضاء سواء من الاعلام أو من الساسة أو من التحركات الدبلوماسية وغيرها بتتم. وفي عصرنا الحالي حيث الإعلام يلعب دورا أساسيا، الضوضاء بتبقى أعلى ما يمكن. يعني لو نقارن بفترة الحرب العالمية الثانية كان يدوبك الإذاعة هي اللي موجودة، إنما دلوقتي الوضع مختلف خالص. وفي أمور لو أنت عايز توصل في النهاية لهذه الحرب، الخط الاستراتيجي أن نصل إلى نهاية، وأنا كلام حسين بيه إنه هو إن العالم بينهار بينما هذه الحرب شغالة، أحد الدوافع مش كل الدوافع، أحد الدوافع إنه كل استمرار لهذه الحرب بيؤدي إلى خسارة كونية، وخسارة كونية معناها عدم قدرة النظام الرأسمالي العالمي أن يعمل على وجه الخصوص. وبما ان روسيا بقت راس مالية وده السبب ان عندها غذاء، لان من الاتحاد السوفيتي كانت روسيا ما عندهاش غذاء ولا عندها ازمة غذاء طول الوقت، انما روسيا لان دخلها النظام الرأسمالي اصبحت قادرة على ان يبقى عندها غذاء. فانت لازم توصل لحل ويبقى له تركيبة هتيجي، يعني يمكن اول من قالها كان كيسنجر الدنباس مقابل السلام، حاجة من هذا القبيل. والدنباس ممكن تتغطى، هنعمل لها انتخابات لما يعني تانية بحيث ان نتأكد ان الناس دي عايزة تنضم لروسيا ام لا، مقابل ان حلف الاطلنطي ما يبقاش موجود. الحزمة دي موجودة ما جاتش من الصين، هي جات في الصين في المبادرة الاخيرة في حدود ما ذكروا حتى الان، انما كيسنجر قالها من اوائل الحرب. فالنقطة دي يعني انا بقول بقى، وده يديني لو انا خدت القراءة أنه من المحتمل أن تسود الحكمة، أنا رأيي شايف في خطاب بوتين ما يجعله، خد الكلام بقى المتشدد والأصل عايزين يدمروا ثقافتنا أصل كذا، أو من أن هم يعني في مؤامرة دولية لتدمير روسيا، بينما الأمريكان وغيرهم بيقولوا لا، روسيا جزء من الحضارة الأوروبية، واحد زي ماكرون قال كده يعني. انما كلام بوتين نفسه قال انه مستعد للحوار. يعني ناخد بقى الكلام صحيح. بتاع ايه الكلام الجد وايه الكلام اللي هو يعني وما طلعش من المعاهدة ده، هو ضوضاء يعني تعليق المعاهدة حاجة تانية. يعني انه في الحقيقة الاداء الحقيقي في الحرب مخجل. يعني الكلام بقى ما تاخدها تكتيكيا في موضوع الامداد سات اللواء، الذخيره اللي ما بتوصلش، الاكل العساكر اللي ما بيروحش، هل في دوله عظمى في الدنيا يبقى عندها جماعه اسمها فاجنر، يبقى عندها ميليشيا يعني تخش في خناقه مع وزاره الدفاع؟ انت متخيل ده؟
انا بقول حتى ده في دوله محترمه مش بتكلم في دوله عظمى. ففي في في حاجات ضعف واضح يعني. واقفين على بيكمونت دي بقالهم 3 اشهر وكل يوم يقول لك ضمنا قريه او عزبه او بتاع على انها نصر عسكري. يعني اللي انا عايز اقوله انه الصين مش متدخله علشان تنصر جانب على اخر، انه خوفا من ان روسيا تتهزم، وان لو اتهزمت هيبقى فيه يعني البالانس مع الغرب. فالصين داخله انها عايزه تسند روسيا، مش لانها عايزه حتى لا تقع، لكنها لا تقبل انها تنفصل. تاني حاجه هي عايزه تتقابل كمان مع التيار اللي موجود في الغرب اللي عايز يعيد تنظيم النظام العالمي. ما هو في حاجه غلط حاصله. يعني هل نخلي العالم كله قاعد متعلق كده على موضوع الدولار، او نعمل عمله دوليه جديده، او نعمل سله عملات؟ في مقترحات كثيره موجوده لدى التكنيشنز والفنيين في الصندوق وفي البنك الدولي للتعامل مع عدم انفراد دوله بعمله واحده في العالم. يعني ما هو كانوا الالمان عندهم المارك والتانيين عندهم الكذا، وتنازلوا عنها لصالح حاجه جديده خالص اسمها اليورو. في حاجات لا علاقة بالتجارة العالمية وما يسمى السيطرة والهيمنة الأمريكية عليها. وفي الوقت نفسه احنا كلنا العالم كله واقف، والصين عارفين ان لا يمكن للصين ان تحتكر سلاسل التوريد العالمية، لانه ساعة ما يجي لك كورونا، مش امريكا ولا حرب ولا اي حاجة، ده كورونا. العالم بقى مهدد بالكورونا والاحتباس الحراري وحاجات كتيرة جدا. ومن ثم فانه لا يجب انه الشكل اللي موجود عليه الاقتصاد العالمي ليس هو اكثر الاشكال صحيه. والصين عارفه كده، والصين من دلوقتي بتقول انا اديت لبنجلاديش مش عارف صناعه الملابس، انا ابتديت اعمل كذا. ففي انا عايز اقول في مجال للتفاوض وانتظار اللي عملوه للصينيين. لو انت مكانهم وهم ناويين يعملوا مبادره، انت عاوزها تنجح، انا هعمل مناوره كده ان انا اي ماي انه جايز يدوا روسيا سلاح، فيروحوا التانيين قايلين نحذر الصين من هنا تدي سلاح. هي في الحقيقه بتقول له انا عندي اختيار ان انا اديله سلاح. ما تخليش الساقيه تدور بشكل يؤدي الى حدوث تصعيد، حدوث استقطاب عالمي شديد، الى جانب الجبهات الداخلية داخل الدول فيها وهن شديد جدا بالموضوع الحرب. يعني انت كل دورة من دورات اجتماعات الاوروبية عايز تخلي كل الناس تقول هنساعد اوكرانيا، ولما ساعدوها في الدبابات جابوا لها 140 دبابة، وهي كانت اثرت من الروس 500 كم وكذا و40 دبابة من الروس في ميادين القتال. يعني تكوين اكتر من نص سلاح المدرعات الاوكراني النهارده جاي من روسيا، مش قبل الاتحاد السوفيتي، انا بتكلم في هذه الحرب. يعني قطع كده خدوها سليمه. يعني فانا عايز اقول نوصل لحاجه ان هو البوتنشال موجود، وانه هنا لو انا بقول ان مصر برضو لا استبعد ان كان لها دور في هذه الامور. ما ننساش نداء الرئيس السيسي في كوب 27، سفر وزير الخارجيه بعدها، لافروف قال ان وصلت لنا رساله. ما ننساش ان بايدن اتقابل مع شاي في اندونيسيا في ايام اجتماع الدول ال20. في اجتماعات متعدده واتصالات وتوترات ايضا. يعني ان تحاول ان تستغل الازمه لانك انت تحاول تكسب بونت هنا او هنا. الامريكان حاولوا مع تايوان، والصينيين نفسه برضو حاولوا انه يبقى الاوضاع بتاعه تايوان تتنيها ثابت. حد في كوريا الشماليه استغل الموقف عشان جايز يكون انتج سلاح نووي فعلا. النهارده ما ننساش ان الصين عايزه تقدم لامريكا هديه مهمه، انها توصل في اتفاق مع الصين على انها يعني تتعهد تماما انها لن يكون عندها سلاح نووي.